الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة في كتاب الله عز وجل هي ثلاث آيات عظيمات فيها، حوت في هذه الثلاث آيات منهجا وطريقا للنجاة. وهذه السورة العظيمة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره عن عبد الله بن حصن أنه قال: كان أصحاب الرسول، كان الرجلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة إلى آخرها، ثم يسلم على الآخر. وهذه السورة أيها الإخوة هي سورة العصر، سورة قصيرة في ألفاظها وفي آياتها، ولكنها عظيمة المعنى، حوت الإسلام كله، وحوت منهج النجاة للمسلمين. فمن تمسك بها وعمل بها فإن فيها النجاة له. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. فهي سورة عظيمة، ابتدأها الله عز وجل بالقسم بالعصر، فقال سبحانه وتعالى: والعصر. والله عز وجل يقسم بما يشاء، وإذا أقسم بشيء دل على أهمية هذا الشيء. والمقصود بالعصر هو الزمان، وهو الليل والنهار، وهو عمر الإنسان وحياته، هذه الأيام وهذه الدقائق. فيقسم الله بالعصر كله على حقيقة عظيمة، ألا وهي أن الإنسان في خسر. والمقصود بالخسر أي الهلاك والخسارة والنقص. فيقسم الله أن بني الإنسان كلهم خاسرين، إلا من استثنى في هذه الآية الكريمة، وهم الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه الكريمة بيّنت من هو الناجي، من الذي ينجى من الخسارة التي طبع عليها الإنسان لجهله ولضعفه ولعجلته، فهو خاسر، إلا أن يؤمن بالله عز وجل، ويؤمن بالله عز وجل. والإيمان معروف معناه، وهو التصديق، وهو يحتوي على الإيمان بالله وما يتبعه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا هو الإيمان، يؤمن بذلك ويعتقده صدقا من قلبه ويقينا جازما لا يعتريه شك. ثم بعد ذلك عمل الصالحات، فلا يكفي الإيمان وحده، وكما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا يكفي فيه القول، وإلا لدخل المنافقون الذين يقولون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فليس مجرد قول. وأيضا مع القول اعتقاد وتصديق في القلب جازم على وحدانية الله سبحانه وتعالى واتصافه بالصفات الحسنى، وأيضا عمل بالأركان، فهذا هو الإيمان. ولذلك عقب عليه بعمل الصالحات، فليس هناك إيمان مجرد دون عمل، ولا يتصور أصلا أن يكون عند
الإنسان إيمانا وبدون أن يعمل شيئا. وعمل الصالحات يدخل فيه أركان الإسلام كلها، وجميع الطاعات، وجميع ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل الأعمال تابعة للإيمان، مغذية لهذا الإيمان، مكملة له. ثم يأتينا المرتبة الثالثة، وهي وتواصوا بالحق. فلا يكفي أنك مؤمن وأنك تعمل الصالحات وتصلي وتصوم، فلا بد أن توصي إخوانك وتوصي أهل بيتك وتوصي من تراه من جيرانك ومن المسلمين، لا بد أن توصي بالحق، وهو الدعوة إلى الله وتعليم الناس. فكل ما تستطيع أن تعلم به الناس علم، بلغوا عني ولو آية. فكل ما فهمته من الدين وأجدته ينبغي لك ألا تكتمه، فتبدأ بالأقربين من الأبناء ومن أهل البيت، وأيضا ثم بعد ذلك الجيران وكل من تيسر لك دعوته إلى الخير. وتواصوا بالحق، اللي هو الإسلام، الحق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ثم بعد ذلك وتواصوا بالصبر. فهذه الأمور تحتاج إلى صبر. أما الإنسان الذي لن يصبر فهو لن يستطيع أن يؤدي الصلوات في وقتها، لن يستطيع أن يؤدي تكاليف الإسلام، فلا بد من الصبر. ولهذا نبه عليه وأفرده بالوصية تواصوا بالصبر. والصبر معروف أنه حبس النفس على طاعة الله عز وجل وإلزامها بالطاعة، صبر على الطاعة، وصبر أيضا عن المعاصي والشهوات، وصبر أيضا على الأقدار التي يقدرها الله عز وجل على خلقه وعباده. فهذه الكلمات العظيمة في السورة حوت منهجا عظيما للمسلمين كلهم. فمن أراد الربح والخلاص من هذه الخسارة التي أقسم الله عليها أنها موجودة وأن بني الإنسان كلهم خاسرين، إلا هؤلاء، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي سبق الكلام عنها. ولو نظر الإنسان أيضا في حال الناس وفي حال العالم لوجد فعلا، ولوجد اليهود والنصارى والمشركين يملؤون جنبات الأرض، فهؤلاء خاسرين. ثم أيضا قد يدخل فيها من قصر من المسلمين في هذه الأعمال الأربعة التي هي إيمان وعمل صالح، فأيضا له نوع من الخسارة، ولكن خسارة أخف من خسارة الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فهؤلاء خسارتهم ليس بعدها ربح. فكل قد يناله نوع من الخسران. ولهذا على المسلم أن يتفقد نفسه وأن يكون من الرابحين. فالله عز وجل أقسم سبحانه وتعالى في هذه الآية أن بني الإنسان خاسرين. فعلى المؤمن أن يجتهد في تكميل شعب الإيمان والعمل الصالح والمسابقة والمسارعة للخيرات حتى يذهب هذا العمر في الأعمال الصالحة ويتجنب الخسارة. فالعصر والزمان يمشي والليل والنهار تعملان في الإنسان، ويذهب الإنسان عمره، ولكن إذا كان في طاعة الله، في الإيمان، في الدعوة إلى الله، في التواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر، فإن هذه الخسارة تنقلب إلى ربح، حيث رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته والحياة الأبدية التي يعني تسلم الإنسان من هذه الخسارة. أما الإنسان الذي يضيع زمانه في غير طاعة الله وفي غير هذه الأعمال فإنه عنده نوع من الخسارة، وإن لم تكن خسارة كخسارة الكافرين، إلا أنه يعتبر نقص في عمله ونقص في وحصل له نوع من الخسارة، وإن لم تكن خسارة كلية. ولهذا بعض السلف رحمه الله قال: إني فهمت
هذه الآية لفي خسر عندما رأيت رجلا يبيع الثلج، وهذا الرجل طبعا الثلج إذا لم يعني يبيع في وقت يسير سيذوب، وكان بائع هذا الثلج يقول ارحموا من يذوب رأس ماله. فهذا الرجل من السلف الصالح قال إني فهمت أن الإنسان يذوب وأن زمن يروح، ولكن إذا كان هذا الزمن مليء بالاستغفار، مليء بذكر الله، مليء بالإيمان، بالدعوة إلى الله، بالعمل الذي ينفعه في دينه ودنياه، فإن هذه الخسارة تنقلب إلى ربح. ولهذا الإنسان يسعى جهده أن لا يذوب رأس ماله وهو أيامه وساعاته ودقائقه أن تذوب وتذهب وتتلاشى من دون أن يملأها باستغفار أو بذكر أو بدعوة أو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، فتكون حياته كلها ربح. وهكذا الله عز وجل يريد لبني الآدم ولكل البشرية أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويكملوا أنفسهم بهذه الفضائل العظيمة التي وجه الله عز وجل إليها. فهذه السورة أيها الإخوة يعني لو نظر، وكما وصدق الشافعي عندما قال لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، فيها موعظة وفيها يعني تذكير بأن هذا الزمان يذهب وينصرم، ولكن إذا ملئ بالخير انقلبت هذه الدقائق خير وسعادة وربح، ربح عظيم وفوز عند الله عز وجل يناله المؤمن عنده سبحانه وتعالى، ويكمل نفسه ويكمل إخوانه. أيضا في هذه الآيات إشارة إلى أن المسلمين يجتمعون، مجتمعون ليسوا متفرقون، فهم آمنوا عملوا كلها يعني جماعة، عملوا ليس واحدا يعمل ولكن عملوا وتواصوا ويعني آمنوا. فهذه الكلمات لها مغزى، وهو أن المؤمنون يجتمعون على الحق، يجتمعون على الخير ويتواصون ويكمل بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. فأسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والتفكر في آيات الله وفي كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.